واحد ما يصوم معاكم في البلدي ها؟ واحد ما يصوم معاكم علي عليك في ما فاطر ها؟ فاطر احنا صايمين يا اخي احترموا نفسكم يا اخي. لا لا ها؟ لا لا مش عشان فاطر تاني ها؟ هاي اللي ياكل قدامك يا بنت بدورك. هاي عطشتونا يا رب عطشتونا يا طير يا طير البهيمة يا طير. خلينا نتم معاكم باقي اليوم يا اخ رمضان ده درس. لياز الطلاق انعصرت يا ولد حماد كم بحر الصيام ده وعطشه لا تفطر في الفطور ان جليت الفطور ما بأسر أسر عليك في رمضان افو لما المحاري فيك ولد حماد صوم صومك ساي ما قدر رمضان ديتا هاي صوم له عاف سوي حاجة عطشة وبتروح جوع وبتمش واتحمد الجوع ما صعب العطش ما جبار أقدر أقول لك كلام أنا انعصرته لكن أقول شنو أفو محمد قوم شوف شغلتك شوف زراحتك رمضان ده شهر عمل وعبادة قوم عليه شغلك ده هذا عن قريبة بنفاد ماك فاطر ها فاطر ولا جايب للدنيا خبر نصوم احنا ذيل هيع فاطرين عالكراب ده فاطر كيف شد الجريس هاي كذي الكراب ده لشبع احنا الجوع ما اخذنا والعطش ما اخذنا نصبر بس اقوم عليه شغلتي هوب انا في الصيام انا اخو الصيام خش في العظم عفا العطش خش في العظم والجوع خش في الركب لكن انا قدرك والحماد حر شديد الليلة لكن الشغلة ما نخليها في رمضان دوام نخليها تب في الشغلة برا رمضان حلاوتها وين طعامها وين أهم شيء ذا يشتغل في رمضان ده ما يتعب على النوم والكسل رمضان حماد عيشك مرك تب عيشك لتيه وحملة ما شرع هذول السنة ما شاء الله بيجيب لي 35 شوال لكن الشمس حارة شمس حارة حر جد ما شاء الله دي آخر سقي حقت موي اليوم أنا ما داير تب بس أجده القطع عيش السكب دهين هاي بجيب ناس مجد عبد الله يسكب وتب ما عندهم مشكلة المعدة الحسين دلنا السكب ساي ما عندهم أي مشكلة دي بزرعة بامبي هاي حتة دي بزرعة بامبي العيد ما لك تب رمضان العطش بس العيش العيش العطش عيش ما شاء الله التكنو صايم على اللي واقف صابر كيفين احنا الجوع اخذنا ساعات ونفطر وعقب بجي راجع لي عيش هاي ما شاء الله ما شاء الله هاي عنده انت ما شغال برمضان ولا شنو الناس دي ما كلها صايمة يا حول ولا قوة الا ها بتبالغ سبحان الله ولا اهم ما اللي يعمل في شنو رمضان ده كله الناس صايم منه الا انت يا اخي بتبالغ يا اخي
هذا العلم عين ده فاطر ولا بطلع على مشاعرنا ما صايمين معاك هنا هذا تبالغ هذا علق انا نوريك الفطوره الججده اها ها ها هيك قد حماد ها اسمك صايم طيب يا كندا برعلة مشاعرنا حياة كلي برمضان